السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدعو شرشبيل، وين تكلم شرشبيل والسنافر، يعني وين السنافر والسنافر تاعو شرشبيل والسنافر تاعو، وين نتكلم يعني وين حملة اللي كانوا دايرينها نهار الاول عاودوها بيعاودوها تاع مول الفيرما شبعان ويجبد من جيبو، شبعان ويجبد من جيبو، شبعان ويجبد من جيبو، شبعان معك برزق ولا تدعاو تما تأمنوا غير اللي برزقه، تما ربي يرزق، تما ربي يمد غير رزق، ربي فانيك يمد الفقر، ربي فانيك الفقر مكتوب والرزق مكتوب، كلش مكتوب، كلش مكتوب يا شرشبيل. دعا على واحد تقول زاد مدرا يزيد من جيبو، يزيد من جيبو اشتايا لا يعطيك انت، راه يرشي فيك انت، يا يرشيك في من يرشي. احنا على بالنا قاش كاين، نعرفوا باللي منبع تاع الفساد ماشي غير مليون، ماشي غير مليون، منبع تاع فساد في كرة القدم ماشي غير اليوم. كل هضروا ضروك ضروك انت كيما يقول لك خربت في البرمة، دخلت يدك انت في البرمة بغيت تجبد، مين راه يزيد من جيبه؟ وين راهم الاموال تاع الاتحادية؟ وين راهم الاموال تاع الاتحادية؟ بنادم ضروك يزيد من جيبه وشبعان، ضربك العقلية تاع 2017 عاودت ولات سي مول الفيرما شبعان، يزيد من جيبو، راه يرشي فيك نتايا، باي دير حملة، دير حملة، دير حملة زعماك نورمال، دير حملة نورمال، دير حملة، قول لهم مد 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 المشروع شتا درتو، ضربك روحتو الناس شبعان. كنتو تهضرونا بربعة تاع الأكاديمي دروك روحتو لشبعان، يا ودي هضرونا على البرنامج، جا هضر لي أنا المشاريع شا خليتو شا درتو ربع سنين شا درته، تهضر ليش على شبعانة؟ إي شبعان، حنا رانا نقولو نقولو جيعان، حنا رانا نهضرو عليه في التسيير، رانا نهضرو عليه في التسيير والمشاكل اللي صراو في العهدة تاعه، حنا ماناش نقولو بلي راه داخل عليها غير مقارون. انا مانيش نقول بلي داخل عليها غير فول، انا مانيش نقول بلي داخل عليها غير ببوش، حنا رانا نهضروا عليه ويراهم 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 مشاكل، ويراهم هذه المشاكل اللي صراو، ويراهم البرنامج تاعكم ربع سنين وانتم تنابحوا علينا بلي غادي نديروا غادي نديروا، ويراهم نعطينا هذه الامور، انا تعطيني تقول لي شبعان، انا شبعان اش دخلني فيها، انا جبنا حنا جبنا رئيس اتحادية ولا جبنا كويزيني؟ حنا ناس جابت رئيس اتحادية ولا كويزيني يطيب بالكم، ما ياكلكمش حقكم، يعطيكم كل واحد يعطيه هكا، كل واحد كل مين تجي كيما هكا يعطيك حقك، انت نازيه، انت نازيه، انت نازيه، انت واش راك داير؟ كو يهدر كسمو من نادي تاع النابة تتهرس من الداخل، تتهرس نتايا لافير تاع الحجار كيما درتو لها، تنازيه نتايا، راهو عاودنا ولينا تما كيما يقول لك كيسموه الهضره تاع كمال مقلي، الهضره تاع ذوك الشيات اللي كانوا ذوك الفلاليس هذوك تاع بكانت النهار 2017 مسيو فيرما شبعان من البكري، مسيو شبعان من البكري، يضربك حنا يضربك ماناش عارفين تاع كلمة تاع يزيد من جيبو، شكون اللي رايح يخلص الكراس؟ شكون اللي رايح يخلص الكراس؟ شكون اللي رايح يرد الأموال تاع لونترينير مورينو هذاك اللي جابوه تاع الإيفا اللي دلو عامين وشهرين من الشهر من بعد قلعلو اسحب من جهة واحدة، حنايا الاتحادية تاعنا ما كي دير تسحب من جهة برك، تسحب غير من جهة، والله لا تسحب غير من جهة، العقد تسحبه من جهة، في طول الناس من اللي هي يدو قاعد دراهمهم،
وأجرى هذا الشرشبيل مدعو شرشبيل مع قناة النهار حول ترشح مول الفيرما لمنصب مجلس التنفيذي للفيفا قائلا: أنا أدرك جيدا مساهمة مول الفيرما في تتويج بكأس أمم إفريقيا، بالرغم من أن الكثيرين أرادوا أن يلصقوها في بالماضي. وأضاف: أقسم بالله أنني لاحظت في الفيرما زعما خصايل ومسؤول حقيقي، ما فهمنا كاع. ومول الفيرما شبعان يجبد من جيبه، ليس هنا من أجل تكوين ثروة على المستوى الفيدرالية، من أجل تقمص مسؤولية يجب أن تكون نظيف ونزيه. هذا البلد محتاجة لمخلصين وليس لأشخاص يبحثون عن ثروات. ثم الناس اللي بيترشح، أم جاي بيحوسوا على الدراما، رام دايرين مشاوير عند الجوامع يطلبوا. أنا مانيش ساهم. أنت كيفاش وصلت؟ نزهاء ما يديروش ولادهم ديزاربيت. لو كان جا نزيه يقول لك ولدك دار كونكور مع الحكام الهوات، ما يطلعش يدير في المنحرف في المستوى الأول. ولدك دار تحت كو جا نزيه، كو جيت انت نزيه. بركونا من هذه تاع شبعان وجيعان الله يرحم الشوابين. بركونا هذه بشي حملة، عطينا برنامج تاعك استوالا برنامج جاه. خليني جيعان ليش شبعان، انا شدخلني فيه ياكل اللحم كل يوم، انا شدخلني فيه. حكي لي ياكل كل يوم اللحم، وكان لي ياكلو من شهر لشهر، وكان لي ياكلو من 15 يوم، وكان لي ياكلو من شهرين ثلاثة شهور، وكان لي ما ياكلوش مسكين كاع. كل واحد وكيفاه، ربي مقسم الرزاق. انت شعبان، انت شبعان، انت هذي هضره هذي. انا تسمعها غير هنايا عند الخيان، انتوما خيان. الخاين يدافع على اخوه. تما بنادم راه يجبد من جيبه، بنادم راه يجبد من جيبه، واحد يجبد من جيبه. راك تقول بلي يجبد من جيبه 1,000,000,000 وراهي، 2,000,000,000 دولار وراهي، 2,000,000,000 أورو وراهي، 1,600,000 دولار تاع ستوك. توما كتان وما خليتوش ستوك، ما خليتوش ستوك وكملتوه. توما ستوك ما خليتوش يا ولد عمي، ما خليتو والو يا ولد عمي. تجي تهضر لي ما خليتو والو، وراهم الواطا، وراهم الواطا اللي خلاهم العاج، وراهم راك عايش. قول قول اودي عاونونا نربحو صايك. الواحد اللي جا تما اللي باغي يترشح راه جيعان، اللي باغي يترشح راه جيعان. نتايا تحديت الدولة في عنابة، ملفات كاع راه محطة الفوق، اهدر كي بغيت. خاطش عليه راكم، خاطش عليه خرجوا لك خرجة من الكسب، خلعك خلعك الوزير، خلعك وراك مرفوض. انت منبوذ، انت روحوا ديروا السونداج، روحوا امشوا هكا في وسط لافيل وشوفوا، عقلي، شوفوا الناس كي يديروا لكم. منبوذين انتوما سي محمد، انتوما مكاش لي باغي، مكاش لي راه باغيكم. بيت حصلوا قال لك الانجاز، الانجاز تاع كاس افريقيا بيحصلوها في بالماضي، وبالماضي جابها. انتوما راكم تقسموا، انتوما راكم تقسموا الرزق، انتوما اللي تعرفوا شبعان. تما رانا اللي شبعان، روحوا شوفوا الكرش، روحوا وزنوا الغاشي. دروك اللي باغي يترشح يتوزن. هي مكاش هذي كاع، عطين برنامج تاع قول شادرنا في 4 سنين. انا قول لي شادرت في 4 سنين، ما تجيش تقول لي شبعان ولا جيعان. ما خاصنيش تاع شبعان ولا جيعان. انا نقول لك شتهضر لي، عطيني البرنامج شادرتو الحصيله تاعكم في مده 4 سنين. قلع لي ليكيب ناسيونال خاطر تمشي نتوما وقفتوا فيها، خاطر انت مع الليبي خسرت. اي مكان له هذه باش نقولها لكم، ومازال ان شاء الله نتبعوك. تدري بان الف...
فيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هناك نقطة أخرى كمال، أتدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هناك نقطة أخرى كمال، أتدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. أتدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. أخرى كمال، أتدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة من كرة القدم لأن هذا احتراف. أتدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هي يعني اذهبوا الى العمال الذين كرة القدم لأن هذا. هناك نقطة أخرى كما تدري بأن الفيفا التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة.